في درعا. نعم طبعا مساء الخير. الشروط هي معلنة وليست مخفية، ولكن نستطيع القول بأن هذا الاتفاق ليس الذي رعته روسيا بل الذي فرضته روسيا على الجانبين، سواء على المقاتلين في مدينة درعا أو على النظام وما تعرف بالفرقة الرابعة والمخابرات الجوية في النظام. يعني بالنهاية يعني نحن الآن في ظل الاتفاق الذي فرض من قبل روسيا والذي بموجبه دخلت الشرطة العسكرية الروسية، دخلت المخابرات العسكرية لقوات النظام، ودخل مقاتلون من ما يعرف باللواء الثامن ضمن الفيلق الخامس الموالي لروسيا على أن تدخل الشرطة المدنية إلى المقبر في درعا. بدأت ما يعرف هل هي عملية تسوية أو هي مسرحية التسوية لعشرات المقاتلين من أبناء درعا على أن يسلموا أسلحتهم الخفيفة أمام الكاميرات، وأن يكون هناك تسوية لهؤلاء مع مركز التسوية الذي افتتح في درعا البلد. هون يا أستاذ عبد الرحمن، أستاذ رامي، شو شروط التسوية؟ طب هؤلاء المسلحون يعني شو مصيرهم؟ مصير يبقون تحت الحماية، ملقون في أماكنهم، يبقون في درعا البلد. في بعضهم لا يريد الخروج باتجاه الشمال السوري كون أنه يفضل البقاء في مدينة درعا، وهو رفض سابقا التهجير باتجاه الشمال السوري. لذلك أقول أن هل هذه التسوية التي قيل عنها بأنها تسوية، هي تسوية أمام الكاميرات وبعد ذلك ينضمها أو لا للواء الثامن بالفيلق الخامس الموالي لروسيا؟ طبعا من ضمن الذين سينتشرون على الحواجز هم المخابرات العسكرية التي كانت مع التسوية، وعناصر من الشرطة العسكرية الروسية التي فرضت الاتفاق، وعناصر من اللواء الثامن على أن تبدأ عمليات التفتيش والبحث عن مثل ما يقال يعني مواطنين موجودين في درعا وهم من الغرباء. لا نعلم ما هي كلمة الغرباء، هل هم جهاديين بشكل قطعي؟ لا يوجد مجموعات جهادية في درعا. من هم الغرباء الذين يتحدث عنهم هذا الاتفاق في داخل مدينة درعا؟ استاذ رامي، طب هل توضح بالنسبة إليك عدد المسلحين الذين يريدون المغادرة إلى الشمال السوري تحديدا إلى إدلب؟ لا يوجد أعداد باتجاه إدلب، وبالأساس لا يوجد أحد سيغادر إلى إدلب. الذين غادروا إلى مناطق السيطرة التركية في شمال شرق حلب سابقا، هم يعني نحو 100 شخص أو أقل من ذلك، ولكن الآن التسوية على أساس أنه لا يريد أحد الخروج، من يرفض الاتفاق يخرج. إلى الآن لا يوجد معلومات عن الخارجين، يوجد معلومات عن عشرات جرت تسوية أوضاعهم وفق يعني الفرد الروسي. استاذ رامي، بس بالمحصلة يعني درعا الآن عادت إلى سيطرة النظام والروس، عادت إلى سيطرة روسيا وليس النظام. النظام هناك شقين، الشق الروسي والشق الإيراني. الشق الإيراني فشل في درعا، نعم لم يستطع تحقيق أحلامه بأن يسيطر عسكريين على درعا، هي عادت إلى سيطرة الروس وليس إلى سيطرة النظام أو الفرقة الرابعة. جيد، من مدينة كوفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.